العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. رمز الأسى، رمز الأسى يا ذكر الإمام الهادي. عاد لتغمر بالشجون فؤادي، عادت لتلهبنا بعرض مصيبة تصل القرون بجمرها الوقادي. فشهادة الهادي تسيل دموعنا حزنا وتدمي قرحة الأكبادي. من سمه المعتز بغيا تابعا فيه خطى الآباء والأجداد، قد رام أن يطفي شعاع مواقف أعمت بذلك عين كل معادي. يا عاشر الأمناء، يا أبا الحسن يا علي الهادي، يا عاشر الأمناء يومك هزني فبكيت في شعري وفي إنشادي. أفمثل شخصك تنقضي أيامه بكآبة ورقابة وطرادي؟ سعد الله قلب الزهراء التي تفقد ابنين من أبنائها مشتتين بين الأوطان
وكأني بها تنادي. فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد. طيب حوت الأباء وبرض الطفي لو وبرض الغريب منهم وسامراء وبغداد. وما الرضا يا طوس وديت إلى هنا ولا بلد إلا فيها منهم رموس. منهم جماعة بكربلاء دفناه بلا روح وياه مصيبة مصيبة المدفون في طوس. يا نازحا في طوس حي الله حي وعميت عيوني من البكاء الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله أكبر. من جسمه الطاهر يفوح المسك لذفا والله حسافة يا إمامي ما حضرنا ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صل على محمد وآل محمد. ثالث على حب الإمام. يقرر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح والذي روي بشكل معتبر لدى الفريقين لدى الشيعة والسنة. يقرر النبي يبين النبي أن هناك مرجعية إذا رجع إليها الإنسان لم يضل، وهذه المرجعية هي مرجعية القرآن الكريم وعترته، والعترة هنا هم أهل البيت هم المعصومون. ولن نخوض في كيفية تحديد ذلك إذ أن موضوعنا في مسار آخر. فالنبي يقرر بأن الرجوع للقرآن الكريم ولعترته تشكل عصمة لدى الإنسان، تشكل نوع من الهداية عند الإنسان. فما المقصود بهذه المرجعية؟
ماذا يعني النبي إني تارك فيكم؟ عند بعد ذلك يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو المقصود بمرجعية القرآن ومرجعية العترة؟ مرجعية العترة يعني مرجعية الأئمة، مرجعية في السلوك وفي القول وفي التقرير، وهذا ما يصطلح عليه بالسنة. فكأنما النبي يقرر بأن هناك مرجعية للقرآن، رجوع للقرآن، تمسك بالقرآن، تمسك أيضا بالعترة وبالسنة. فماذا يعني بذلك؟ ثم ما هي أقسام المرجعية؟ يعني ما هي أقسام المرجعية التي قررها النبي، بينها النبي الأكرم؟ ثم في نقطة ثالثة من مجلسنا سنتناول العلاقة ما بين القرآن والعترة، القرآن وسنة المعصوم. أولا النقطة الأولى، ماذا يعني جعل القرآن مرجعا، جعل السنة مرجعا؟ أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين للناس الجانب الذي يستضيئون به والهدى الذي يمكن أن يتبعونه، لأن الإنسان في الحياة ترد عليه جملة من الاستفسارات، جملة من الأفكار موجودة عندك، جملة من الأسئلة موجودة في هذه الدنيا، أسئلة ترتبط بالخلق وهي أسئلة عقائدية، من وين جينا؟ قاعدين هنا في الدنيا لما؟ هل هناك حياة أخرى؟ أسئلة ترتبط بالعمل، ما هي وظيفتنا في هذه الدنيا؟ عملنا نحو خالقنا، وظائف وأسئلة ترتبط بالسلوك مع الناس، شلون؟ كيف أصنع مع الناس؟ ما هي الواجبات التي علي؟ وما هي الحقوق التي إلي؟ جملة من الأسئلة عندكم، إن كل إنسان هذه الأسئلة كيف يجيب عليها؟ شلون يجاوب عليها؟ واحد والله يروح يسأل مثلا الغرب، يقول عندكم أسئلة لهذه؟ يقولون بلى عندنا احنا أسئلة. شلون عندكم؟ والله في قسم من عندنا ملحدين لا يؤمنون بشيء. في الجانب السلوكي ما عندكم؟ والله عندنا حرية، تحرر تام، تم انت مسؤول عن أي شيء. أيضا في جانب السلوك مع الآخر، ليس للآخر أي حق عليك، تجد جملة من الإجابات موجودة. فيرسم الإنسان فكره على طبق تلك الإجابات، فيتشكل لديه فكر ملحد، فكر تحرري، فكر شيوعي، فكر تلاحظ أفكار مختلفة تعتمد على ماذا؟ على الطريقة في إجابتك لهذه الأسئلة. شلون أجبت على هذه الأسئلة؟ أجبت عليها بالرجوع إلى هذه المنابع، فأنت تتبع هذه المنابع. تقول والله أنا أجبت على هذه الأسئلة بطريقة شيوعية ماركسية مثلا، خلاص أنت شيوعي، أنت تصير ماركسي. زين، هنا الإسلام يرشد إلى طريقة الإجابة على هذه الأفكار، يعني كيف تنتج الفكرة؟ شلون تنتج الفكر؟ كيف تنتج الوعي عندك؟ ما هو المنبع الصافي الذي تعود إليه؟ المنبع الصافي هو القرآن الكريم، وأيضا ماذا أيها الأحبة؟ هي سنة ماذا؟ سنة المعصوم، يعني الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم. من ترجع إلى القرآن ويقدم لك القرآن إجابات وتقتنع بهذه الإجابات
وتطبق سلوكا على وفق هذه الإجابات، تطبق القرآن، طبق ثقافة القرآن. فهنا النبي الأعظم يرسم لنا مرجعا، يقول اللي ترجع إليه لازم لازم ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى الثقافة القرآنية، إلى الوعي القرآني، وترجع أيضا إلى ماذا؟ وترجع إلى الأئمة، إلى السنة، يعني ترجع إلى الفكر الإسلامي، ترجع إلى الفكر الإسلامي المتشعب الممتد إلى كل الجنبات، ممتد إلى العقيدة، إلى الفقه، إلى السلوك، إلى الاجتماع، إلى الأسرة، ممتد إلى جنبات متنوعة جدا، في جنبات لا حياتية بحتة، يعني والله الغذاء، أو مثلا على سبيل المثال بعض الجنبات ما قدم الأئمة إجابات عنها في ذلك الزمان، مثل على سبيل المثال علم الهندسة أو الطب أو هذه العلوم، هي تأخذها، هذه علوم إنسانية ليست علوم دينية. فهنا إذن الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى كيفية بناء الفكر أيها الأحبة. يعني في المقطع الأول من مجلسنا نصل إلى نتاج، إلى فكرة مهمة، شنو هذه الفكرة اللي نوصل إليها؟ أنك لا تلوث ذهنك بأفكار غير إسلامية، لا تروح إلى منابع غير صافية. إذا وجدت عند إنسان انحراف، كان مفكر إسلامي يصير عند انحراف، لا تأخذ الفكرة من عنده، أو تروح إلى بعض المفكرين والكتابات الغير إسلامية. زين، هذه الكتابات الإسلامية أنت عندك مناعة، عندك امتناع عنها، أو تتسلل إلى ذهنك، إلى سلوكك، إلى قناعاتك، فتؤذي إيمانك وتؤذي فكرك. إذا تماسكت إيمانيا وقويت بالفكر الإسلامي الإيماني، عندئذ تستطيع تنظر هنا تنظر هناك في مقام الرد، في مقام المعالجة. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني والجزء الثاني، ما هي أقسام المرجعية؟ نقول في توضيح الأقسام بما حدث عندما رفع أصحاب معاوية عليهما علي المصاحف، ماذا كان جواب أمير المؤمنين؟ شنو كان جواب أمير المؤمنين؟ ها؟ ماذا كان جوابه؟ ذاك القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق. يعني شنو؟ يعني هناك جانب نظري، أفكار، ثقافة نظرية، هذه تحصلها في القرآن، موجودة في القرآن، جانب نظري، لكن من يطبق النظرية ومن طبق النظرية هم آل بيت محمد. ثالثة على حبه، فهنا النبي جعل مرجعا نظريا هو القرآن الكريم، وجعل مرجعا عمليا مرجع تطبيقي وهم العترة، فيتكامل المرجعان، يتكامل الهديان. إذن هنا قسمان للمرجعية، قسم نظري وهو القرآن الكريم، قسم عمل وهم العترة آل البيت. الآن ما العلاقة بين هذين القسمين؟ شنو العلاقة ما بين القرآن والسنة؟ الآن في نظريات، نظرية أولى قديمة جديدة، يعني من القدم موجودة، موجودة عندنا أيضا في شنو؟ في هذا الزمن. ما هي هذه النظرية؟ نظرية حسبنا كتاب الله،
يعني بعد ما نحتاج السنة، ما نحتاج إلى أناس طبقوا، ما نحتاج إلى ملاحظة التطبيق، بس ننظر إلى القرآن الكريم. هذا موجود عند السنة، أبناء السنة موجود، بل تسلل إلى بعضنا. فالبعض تقول ليه يا حجي نخمس، يقول لا ما في دليل قرآني. زينه كل الأدلة قرآنية عندك؟ يقول لا ما في دليل قرآني. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، لا هذا يقصد المولى سبحانه وتعالى غنائم الحرب. زين انتهت القضية، بس يعني ما في دليل قرآني خلاص. زين اذكر لي الدليل القرآني على أن صلاة العصر 4، صلاة الظهر 4، صلاة المغرب 3. اذكر لي الدليل القرآني اللي أوجب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. أوليست الصلاة عمود الدين وأوضحها، وهي ماذا تؤدى في اليوم والليلة؟ أوليست كانت من الأولى أن تبين بشكل واضح كل تفاصيلها في القرآن الكريم؟ لما لا؟ لم تبين لأن الله رسم شنو؟ تكامل، تمازج، بأن ماذا؟ بأن جعل في القرآن الخطوط العامة الأساسية التي يتكئ عليها الإنسان المؤمن، وفصلت الأحكام في ماذا؟ فصلت من قبل النبي. من قال المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. لماذا؟ لكل شيء. بعد شنو قال في القرآن الكريم؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما. شوف شلون، يعني شنو؟ يعني الله ما يستغني عن جعل أئمة، جعل ماذا؟ جعل هداة مطبقين للنظرية. فلذا رسم العلاقة ما بين القرآن والسنة النبوية بنحو منفصل مقطوع، يقول لا أنا ما أنبل دليل قرآني، جيب لي دليل قرآني على ولاية أمير المؤمنين، ائتني بدليل ولو واحد، ولو آية واحدة تدلل على عصمة الزهراء. ويجيك هذا الشيعة متحير يقول وين الدليل القرآني على عصمة الزهراء؟ لا ترتبك. هذه مغالطة. ليست الأدلة الشرعية منحصرة في القرآن الكريم. قل له أنت جيب لي الدليل والله على عدالة الصحابة، جيب لي دليل على أن فلان كذا، جيب لي دليل قرآني، أنبي بس قرآني. اتبع نفس الأسلوب، شوف المبنى نفس المبنى. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نطبق نظرية حسبنا كتاب الله. لا، هذه النظرية خاطئة، بل النظرية الصحيحة هي ما قالها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وفي بعض الإضافات لهذا الحديث أيضا وبروايات أخرى: لن يفترقا حتى يردا علي ماذا؟ علي الحوض، أي العلاقة بينهما علاقة تكاملية. فالقرآن يقدم الفكرة، وسنة المعصوم تقدم التفصيل، تقدم التطبيق. وليس لك غنى عن القرآن، وليس لك غنى عن السنة. زين لو شفنا شيء متصادم،
شيء متصادم، مو إجمال وتفصيل. لو كان إجمال وتفصيل بلى، ولكن ما نصنع إذا كان هناك تصادم ما بين السنة وما بين القرآن؟ هنا الأئمة يبينون فيقولون إذا رأيتم، إذا شفتون كلامنا، كلامنا يناقض القرآن الكريم، فهو ماذا؟ فهو زخرف، ما له قيمة. لما؟ لأن الناس تقولوا علينا. نحن ما نقول هذا الكلام، لكن هناك روايات ماذا؟ موضوعة، روايات مكذوبة. فهنا إذن المرجعية الأساس القرآن، صحيح وقت الاختلاف وقت التباين، أما إذا كان القرآن مجمل يعني بيّن الخط العام، والسنة سنة المعصوم تبين التفصيل، فلا بأس نأخذ بهذا الجانب. ولا يمكن للإنسان أن يدعي أنه يمكن أن نعتمد على القرآن فقط لنستفيد كل فروع الأحكام، كل تفصيلات الحج، كل تفصيلات الصلاة، كل تفصيلات الصوم، كل تفصيلات واجباتنا. لا لا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو من قام بمهمة التفصيل، أهل البيت هم من قاموا. لذا تجد نماذجا من حياة الإمام الهادي هي في هذا المسار. اختلف فقهاء المتوكل في ماذا؟ في أن المتوكل نذر، نذر عندما دس له السم قال إن عفيت فإني أتصدق بمال كثير. فهنا تحير فقهاؤه، قالوا انت ما عينت يجزيك القليل، بعضهم قال لا لازم كثير، خاف بعد يعني اذا ما وفيت بالنذر تجيك نوع شنو، من ذاك الايام يعتقدون ان تجيك نوع من الحوبة، نوع من كذا. فهنا قال ماذا اصنع؟ ليس لي الا من، الا علي الهادي، بعثوا له، فصلوا له الكلام. فقال الامام علي الهادي ادفع 80 أو 83 دينار. فلما جت الفتوى اختلفوا، قالوا هذا من وين جاي منهم، من وين؟ هنا أجابهم الإمام قال أولم تقرأوا القرآن؟ قالوا بلى. أولم يقل المولى ولقد نصركم الله في مواطن ماذا؟ كثيرة. قالوا زين، قال عدوا هذه المواطن الذي نصر الله فيها نبيه. قالوا فعددناها فوجدناها 80 وقليل كما قال الإمام. لذلك الإمام سلام الله عليه أخذ سعة، أخذ سعة العترة، سعة السنة، سعة المرجعية، حتى بعث بريح العباسي والي الحرمين إلى المتوكل، قال له إن كان لك حاجة في الحرمين فأشخص عليا، خلصني من علي الهادي، لأن الناس بدل ما تجيني تروح لمن؟ تروح للإمام علي الهادي. عندكم جمع يبدو قبل ما ندخل بعد في الأخير، زين؟ فقال أشخص الإمام الهادي، زين أشخص الإمام الهادي المتوكل. الآن يريد أن يهدم، يهدم مرجعية الإمام الهادي. ماذا صنع؟ صار يدعو الإمام إلى مجلسه أساس يصير نديم. كان الإمام يشرب خمر لا سمح الله أو كذا، فقدم له الخمرة، قال لا أطعمه والله إنه لم يخالط جسمي ولا دمي. إمام انفعل، تقدم لي خمرة؟ انفعل الإمام سلام الله عليه. ماذا صنع المتوكل؟ راح وجاب أحد إخوة الإمام، شوف شلون خبثة، أحد إخوة الإمام غير المتزن، قال هذا نقوم نخليه ويانا كذا، ونشيع بين الناس أن ابن الرضا يشرب الخمرة فيختلط على الناس،
يفكرون ابن الرضا المقصود بمنه؟ إمام الهادي هو المقصود بفلان. فجاء فتلقاه الإمام الهادي قال له لا تجتمع مع المتوكل. فعلا ما اجتمع ويا المتوكل، أخذ يضيق على الإمام. هذا المتوكل ضيق على الإمام في إحدى الليالي، وشي بالإمام، نادى رئيس الشرطة قال المتوكل له اجلب لي علي الهادي بصورته، روح إليه واجلبه بصورته على هيئته. جاء الشرطة تسلق الجدران، دخلوا على الإمام سلام الله عليه وهو مرتد لقميص وإزار حافي القدمين عار الرأس. قال ألبس؟ قال لا، هذه أوامر السلطان، الجنب هالوضعية. كل هذا إذلال للإمام سلام الله عليه. مضى المتوكل، جاء من بعده أخذوا يضيقون الخناق على الإمام الهادي بأبي وأمي إلى أن دس له السم. لما دس له السم، لا يعلم تفاصيل كيفية دس السم إلا أنه دس له في طعام، وكأني بإمامكم في هذه الليلة يتلوى من حرارة السم، وقد سرى السم إلى تمام بدنه. الإمام الحسن عند رأسه وهو ينظر إلى أبيه وهو يتلوى من حرارة السم، يلتفت الإمام إلى ابنه يوصيه بوصاياه، ثم إن إمامكم عرق جبينه وسكن أنينه، مد رجله وأسبل يديه وغمض عينيه، قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه، وفاضت روحه الطاهرة. ألم مناد وإماما، ألم مناد وسيدا، غمض عيون ومات بديار غريبة، والحسن هاجت حسرة وعالي نحيبة، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيبه، تجري دموعه ويصفي جشماله بيمينه. ما حالة الإمام الحسين؟ عمد إلى رأسه فذب العمامة من عليها من عليه، وعمد إلى جيبه فشقاه، وأخذ يضرب يدا على أخرى وهو ينادي وأبتاه وإماما وسيدا. بيده الطاهر غسل والقلب صادي، وبالجفل لفا وبالنعش حط والهادي، وضجت عياله بالبكا وصاح المنادي، يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا. عجيب، ماذا صنع الإمام؟ جهزه، كفنه، صلى عليه سرا، ثم التفت يمينا ويسارا ينظر إلى الشيعة، وإذا هم قلة، وكأني به ينادي أين شيعتك يا سيدي ويا مولاي، تموت في أرض غربة، شيلوا الجنازة يا الغرب ما عندها أحباء. بعد عن أهله وعن الشيعة بلدة جنا،
شبل الحسن تجري دموعه والقلب ذاب ينادي مصابك كرر الوحش علينا. جاء به إلى ملحودة للقبر جابه ومدده والدمع هامي وصاح فداعة الله بقلب دامي. ياه الذي وصل بني هاشم عمامي خبرهم بفعل العدا والدهر بينا. والله يا ابويا مو حشيت الدنيا علينا بديار غربات جرعتو في المنية. بلغ سلام المصطفى خير البري وقلة ترحنا بالهضم بعدك بقينا. هذه المصيبة عند الإمام الحسن. ولكن هناك أم فاقدة بأبي وأمي تريد من يعزيها, هي الزهراء بأبي وأمي. هالنوحي يا زهراء على منه تنوحين, نوحيك على المسموم لا نوحيك على حسين. بارك الله هذه الأصوات. هالنوحي يا زهراء على منه تنوحين, نوحيك على المسموم لا نوحيك على صدت نادت والدمع بالخد بادي. انت سألوني يا خلق كلهم أولادي, لكن مصاب حسين صاطي في فادي. وعظم علي لين عناعي على حسين, أبكي على أولادي الذبا أيح يوم عاشو, وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجأ. وإن كان بالله تسألوني ياه أعظم, أعظم علي لين عناعي على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غالي, شتت أولادي عن يميني وعن شمالي. وما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي, وكل العزاء والناح والصيحة على حسين. وحسينا يا أبا محمد قد أودعت أباك في ملحودته, ولكن يا أبا محمد لم ترى على جسده جراحا ولم ترى على صدره طبعة حافر. ساعد الله قلب جدك السجاد. يقول بعض بني أسد لما جاء السجاد وأودع الحسين في ملحودته التفتنا إليه يا إمامنا أترخصنا أن نهيل التراب؟ قال انتظروا انتظروا. ماذا صنع الإمام؟ عمد إلى علي الأكبر وسجاه عند قدمي أبيه, ثم قلنا له أنهيل التراب؟ قال انتظروا انتظروا. ماذا صنع إمامكم؟
ذهب إلى وسط المعركة، تناول سهما عليه قطعة من اللحم، ازتزع تلك اللحم وأتى بها، ثم دنا إلى محل مصرع إمامكم، التفت يمينا ويسارا، تناول شيئا يسير، وإذا به خنصر إمامكم الذي قطعه ذلك اللعيس سلبا لخاتمه. روحي فدا لك يا الذي للغسيل ما ناع ولا الجسد منا انحمل، إن حمل من فاك شيا ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، ما حد حفر قبرها ورا جثته في ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك يا حب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل، كلمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم، فك كل أسير داوي كل جريح، رد كل غريب اشف كل مريض. دعوة أيها الأحبة للمساهمة في بناء مأتم الحجر للرجال، فابذلوا جزاكم الله خيرا في هذه الليلة وفي هذه الليالي الرجبية ما تعمروا به آخرتكم وما يبقى لكم ذخرا إن شاء الله.